بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. الإنجيل النهاردة بيعلمنا يعني على نتكلم مع بعض في حتة صغيرة، هي حتة إن السيد المسيح لما قال للتلاميذ قال لهم إيه؟ فقال لهم يسوع: هلموا ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. فالوقت راح تركوا شباكهم وإيه وتابعوه. غريبة جدا إن هما كان فلوس بتاعتهم بيجيبوها من إيه؟ من صيد السمك. الغريب إن هو يقول لهم إيه؟ سيبوا المهنة اللي هي بتجيب لكم فلوس، واللي هي هتجيب لكم الدخل، واللي هي هتجيب لكم إيه؟ المعيشة بتاعتكم، سيبوها وتعالوا ورايا وأنا هخليكم إيه؟ تصطادوا النفوس. هي النفوس دي تجيب فلوس؟ ما تجيبش فلوس. الغريب إن هما راحوا إيه؟ راح قال إيه؟ تركوا شباكهم وإيه وراحوا تابعوه على طول. إيه اللي يخلي الواحد يترك الفلوس لأجل خاطر النفوس؟ إيه اللي يخلي الواحد، أفكر مع حضراتكم بصوت عالي يعني، ولو حد عنده حاجة برضو ممكن يقولها لنا يعني، ما فيش مشكلة، غششوني يعني. طيب إيه اللي يخلي الواحد يترك الفلوس لأجل خاطر النفوس؟ أنا متخيل مع حضراتكم الإنسان اللي ماسك في الوصية اللي قالها ربنا، اللي هو لما واحد جه غني قال له أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية، فرح قال له إيه؟ تحب الرب إلهك وتحب إيه؟ قريبك كنفسك. تحب قريبك كنفسك. أنا مش هعرف أحب الناس، مش هعرف أحب، أو النقطة العملية إن أنا ببين بيها إن أنا بحب ربنا هو إن أنا أحب الناس اللي حواليا. يعني لو قلنا إن أنا بحب ربنا وبكره أخويا أو بكره أختي، يبقى أنا ما بحبش ربنا، صح ولا غلط؟ فأنا لو بحب فعلا ربنا وعايز أبين إن أنا بحب ربنا، يبقى أنا أحب مين؟ أحب أخويا كنفسي. يعني إيه أخويا كنفسي؟ يعني اللي أتمنى نفسي أتمنى للغير أو أتمنى للآخر. يعني لو إنسان فقير وأنا شايفه فقير ومش بديله، هل أنا أتمنى أن أنا أتحط في الموقف ده؟ واحد في عز البرد ومش لاقي يتدفى، هل أنا أتمنى أن أنا أتحط في موقف زي كده؟ لا طبعا، موضع صعب. لو واحد محتاج حد يسأل عليه بس يطيب خاطره بكلمتين، أو يقول له ربنا بيحبك، أو مستنينك تيجي معانا الكنيسة، أو تعالى نتناول مع بعض، وهو بعيد عن ربنا، أنا أتمنى أن أنا أتحط في الموقف ده؟ ما أتمناش طبعا. فزي أن أنا ما بتمنهوش عليا، ما أتمنهوش كمان على الغير. زي ما أنا عايز أبقى ناجح كمان في شغلي، أتمنى الناس اللي حواليا يبقوا ناجحين. زي ما أنا مش عايز أكذب، أنا عايز اللي حواليا ما يكذبوش. زي ما أنا مش عايز أغش، أنا عايز اللي حواليا كمان ما يغشوش. فالواحد لما يتمنى للي حواليه نفس اللي بيتمناه لنفسه، هو دوت ايه؟ تحب قريبك كنفسك. وبالتالي لو انا عرفت احب الناس اللي حواليا، هيبقى اقدر اقول ان انا بحب ربنا فعلا في الحاله ديت. وليه عايز احب ربنا واحب الناس؟ لارث ايه؟ الحياه الابديه. انا متخيل ان هم التلاميذ في اللحظه دي شافوا ان دوت المسيح المنتظر، وشافوا ان هو دوت اللي عنده كلام الحياه، لمن نذهب كلام الحياه كله عندك. فشافوا ان هو في ايه؟ كلمه الحياه، الحياه الابديه مش الحياه اللي على الارض. وشافوا فيه المعجزات، وشافوا فيه حاجه بتحصل ما شافوهاش ولا سمعوا عنها قبل كده، واختبروه وشافوه بعينيهم. وهو ده اللي خلاهم ايه؟ يتركوا الشباك ويتركوا كل شيء عشان ايه؟ يتبعوا ربنا. الأنبا أنطونيوس سمع كلمة من كلام ربنا وراح إيه؟ ساب فلوسه وساب كل حاجة وسابها لأخوه وراح إيه؟ دخل للعالم الجواني. يا ترى إحنا إيه اللي بنسيبه علشان خاطر ربنا؟ كل واحد هيفكر مع نفسه، أنا ممكن أسيب خطية معينة، ممكن أسيب حاجة بتخليني أمسك في الأرض أكتر وأكتر، حاجة معطلاني إن أنا إيه؟ أرتفع لفوق شوية. فكل واحد يفكر هو إيه اللي ممكن يسيبه عشان خاطر ربنا.
وهكذا بقى كل الرسل اللي بعد كده راحوا ايه اللي ساب اخوه واللي ساب ابوه واللي ساب امه وساب سابوا حاجات كتير عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ربنا. ربنا يدينا ان احنا نسيب حتى لو قدام الناس هنبان مجانين، لكن خلينا نبقى مجانين بربنا، حتى لو قدام الناس هيتريقوا علينا، لكن نسمع المجد من ربنا. نعما لك ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك ايه على الكثير. بعد كده ربنا يدينا نعمه ان احنا نعيش في مخافته ونحس بوعوده لينا، ونترك على قد ما نقدر عشان نمسك فوق في السماء لالهنا المجد الدائم للابد.